بسم الله الرحمن الرحيم. يا ريت بقى كلنا نقفل المايكات كده ونركز مع بعض ان شاء الله. النهارده ان شاء الله باذنك يا رب هناخد السكند ليكتشر. كنا بدانا المحاضره اللي فاتت نعمل انترودكشن اباوت ذا اكاونتنج، وكنا خدنا حدوته كده ان الاونرز اللي اشتروا تاكسي وجابوا لها مانجر، والمانجر ده بدا يشتغل واشترط عليهم ان هم يبقى في سيبريشن بتوين الكومباني وبتوين الاونرز، فهم هيروحوا يقعدوا في بيتهم لمده سنه، وافتر 1 يير هيبعت لهم الريزلتس اوف ذا كومباني ويعملوا ايفالويشن للمانجر يقعدوه كمان سنه ولا يمشوه. النهارده هنبدا نخش جوه الاكونتنج اكتر، وهنركز اكتر على اننا انفورميشن سيستم. واحنا قلنا المره اللي فاتت الاكاونتنج it is an information system. يعني ايه information system؟ يعني producing information. يعني حضرتك كاكاونتنت شغلتك تنتج معلومات. يعني زي ما في شركة بتعمل جوس، وشركة بتعمل صلصة، وشركة بتعمل سيارات، وشركة بتعمل كمبيوترز، في احنا كاكاونتنج بنطلع information. فاحنا بنعمل ثلاث حاجات اساسية. بنعمل ايدنتيفيكيشن، بنحدد ايه اللي هيخش السيستم، يبقى دوت الانبوت بتاعنا. يعني مش اي حاجة تنفع تخش جوه السيستم، هنحدد ايه الحاجات سيلكت الايكونوميك ايفنتس او الترانزاكشنز اللي هتدخل جوه السيستم. يبقى انا عندي هنا زي فلتر يدخل حاجات تعدي، وحاجات ما تعديش ترجع تاني يمنع دخولها من السيستم. بعد ما تدخل الترانزاكشنز او الايكونوميك ايفنتس جوه السيستم يتعمل لها بروسيسنج. البروسيسنج حاجات كتيره قوي زي الريكورد والكلاسيفيكيشن والسمرايزيشن، واحنا سميناه مؤقتا كده ريكورد، لكن هو اسمه الحقيقي بروسيسنج. البروسيسنج هي الميكانيزم اللي بيشغل السيستم، وده اللي احنا هنتعلموه. يعني احنا هنتعلم مع بعض هاو تو بروسيس الايكونوميك ايفنتس او ترانزاكشن and transfer it حاجه سميناها الفاينانشال ستيتمنت او الاكاونتنج ريبورت، ودي لازم يتعمل لها كوميونيكيشن ليوزر. وبالتالي انت بتنتج معلومات عن طريق ثلاث خطوات: تعمل انبوت وتدخل جوه السيستم عن طريق حاجه اسمها الايدنتيفيكيشن، تعمل بروسيسنج سواء ريكوردنج كلاسيفاينج سامورايزنج، بتطلع الاوتبوتس بتاعتك، المخرجات بتاعتك، الناتج بتاعك حاجه اسمها الفاينانشال ريبورت او الفاينانشال ستيتمنت، بتديها ليوزر. وكانت قابلتنا مشكله ان احنا عندنا تو تايبس اوف يوزر او تو جروبس. عندنا انترنال يوزر، دول الناس انسايد ذا كومباني اللي هم بيديروا الشركه، ده المانجرز بانواعهم بقى، سواء برودكشن مانجر، ماركتنج مانجر، اتش ار مانجر، فاينانس مانجر. وفي ناس بره الشركه سميناهم اكسترنال يوزرز زي الانفستورز، زي الكريديتورز، زي الليبر يونيون. يعني من فضلكم يا شباب فاتح مايك اقفله لو سمحتوا، يعني مش كل مره هنقول الكلمتين دول بقى، خلاص احنا فهمنا يعني. اوكي، يبقى أنا عندي تو جروبس اوف يوزرز، عرفناهم إن هم internal يوزرز ودي ناس جوه الشركة، وعملنا لهم accounting مخصوصة سميناها المانجيريال accounting. ودي مانجيريال accounting لأنها بتطلع حاجات للمانجرز أو للمانجمنت، فسموها مانجيريال accounting. ودي internal accounting، يعني دي محاسبة جوه الشركة inside the company، بعكس الاكسترنال يوزرز زي الانفيزيتورز سواء اللي هم الكرنت او لسه بيفكروا يخشوا في الشركه كانفيزيتورز بوتنشال، يعني ليبر يونيونز، الكريديتورز، الكاستمر، الحكومه عشان تاخد منك ضرايب، فسميناهم اكسترنال يوزرز وعملنا لهم اكاونتنج خاصه بيهم اسمها الفاينانشال اكاونتنج. فقلنا والله الاكاونتنج دي اكسترنال اكاونتنج، يبقى الاكونتنج بتاعت الفاينانشال اكونتنج دي اسمها اكسترنال اكونتنج لانها بتخدم اكسترنال يوزرز. وسمينا المانجيريال اكونتنج انترنال اكونتنج لانها بتخدم الانترنال يوزرز. احنا في الكورس بتاعنا دوت ان شاء الله اذا كان لنا عمر، والكورس اللي جاي والسنه اللي جايه هندرس بس الحته دي.
هندرس بس الفاينانشال اكاونتنج، ولما تخش سنه ثالثه ان شاء الله باذنك يا رب هندرس المانجيريال اكاونتنج بانواعها، لانها مش بس مانجيريال اكاونتنج، ده فيها نوع ثاني اسمه الكوست اكاونتنج. لكن مؤقتا كده احنا هنشتغل على الفاينانشال اكاونتنج، وده هيبقى الكورس بتاعنا السنه دي، هنعمل فيه انتروداكشن تو فاينانشال اكاونتنج اللي هي الاكسترنال يوزرز. فقلنا خلاص يبقى احنا هنشتغل فاينانشال اكاونتنج، يبقى احنا عندنا يوزرز، اكيد اليوزر دولت اكسترنال. الاكسترنال يوزرز دول بتاعتنا عايزين نطلع لهم انفورميشن، هنحط الانفورميشن بتاعتنا في حاجه اسمها فاينانشال ستيتمنت. يبقى الفاينانشال ستيتمنت هي الاوتبوتس بتاعت الفاينانشال اكاونتنج. يعني الناس اللي بيشتغلوا فاينانشال اكاونتنج المخرج بتاعهم الاوتبوتس بتاعتهم الانفورميشن بتاعتهم هتتحط جوه حاجه اسمها فاينانشال ستيتمنت. وقلنا المره اللي فاتت ان الفاينانشال ستيتمنت هي سيت اوف ريبورت، هي مجموعه ريبورت includes financial information. يبقى انا financial accounting I am using the financial accounting system to produce financial information. يبقى احنا مش بنطلع اي information، يعني ما بنكتبش ريبورت ان الحالة النفسية للموظفين جيدة، ما بنكتبش ريبورت ان المدير عيان، ما بنكتبش ريبورت ان الموظفة حسنية اتجوزت من الموظف حسن فخلفه حسونة خالص. امال انت بتكتب ايه؟ انا بكتب financial information about the business. يبقى الريبورت دي includes financial information about the business، ودي اللي بيعملها prepared by financial accountant. واضح كده كلمة financial معانا على طول. يبقى احنا الاكاونتنج اسمها financial accounting، الستيتمنت اللي بنطلع فيها المعلومات اسمها financial statement، الانفورميشن اللي جوه الستيتمنت دي اسمها financial information، اللي بيعمل preparing لها اسمه financial accountant. يبقى احنا are dealing with financial facts. جميل. بتتعمل امتى؟ قلنا at the end of each accounting period، واتناقشنا في الحته دي المره اللي فاتت، فقلنا انها by law يعني بحكم القانون لازم تعملها every year. فبنقول له ليه كل سنه؟ قال لك لان الفاينانشال ستيتمنت must be audited، يعني لازم تتراجع، يعني يجي اوديتور يراجعها نتاكد انها صح، والا هيضحك علينا كاونرز. الاوديتور ده بياخد وقت، يعني بياخد له شهرين ثلاثة يشتغل في المراجعة، وبياخد فيز، اكشوالي هيوج فيز، بياخد فيز كتيرة، يعني ممكن شركة تتكلم مثلا في 10 مليون جنيه فيز للاوديتور، فبالتالي ده رقم ضخم. فاحنا لو جينا عملنا لك فاينانشال ستيتمنت كل شهر أو حتى كل ثلاث شهور، فاحنا محتاجين تايم للاوديتور عشان يراجع، ومحتاجين فيز كتيرة ندفعها له. فالقانون قال لك لا، أنت تعملها لي كل سنة وتجيب اوديتور يراجعها. بس خلي بالك من حاجه، الاونرز مش هيقدروا يصبروا سنه. يعني انا لما احط استثمارات انفستمنت ان كومباني 10 مليون دولار وتقول لي اقعد سنه استنى الريزلت بتاعتك حلوه ولا وحشه، تغير المدير ولا تقعده، هقول لك مش هيجي لي صبر، ده 10 مليون دولار. طب والحل؟ الحل ان احنا هنطلع لك مانثلي او كوارترلي بس ان اوديتد، يعني تبقى عارف ان المعلومات اللي طالعه لك دي مش الاكيورسي بتاعها 100%، يعني 90% 95%، مش هقول لك انها 30%، يعني هي معلومات جيده لكنها ان اوديتد، مفيش اوديتور ماضي عليها. يبقى ريجاردلس عن انها اوديتد او ان اوديتد، السيستم ممكن يطلع فاينانشال انفورميشن جوه فاينانشال ستيتمنت مانثلي كل شهر، او كل كوارتر، الكوارتر 3 مانثس يعني ربع سنه، او كل يير. بس اللي بحكم القانون اللي هيطلع كل سنه لازم يبقى اوديتد. وقلنا ان احنا عندنا 5 تايبس اوف انكم ستيتمنت، اسف فاينانشال ستيتمنت. اول واحده هي الانكم ستيتمنت، الثانيه هي اكستنشن او تعديل لها فبيسموه الكومبريهنسيف انكم ستيتمنت، والاونرز ايكويتي ستيتمنت، والبالانس شيت اللي هي الفاينانشال بوزيشن ستيتمنت، والكاش فلو ستيتمنت. هتفاجئ ان في اتنين مكتوبين بالازرق، قلت لك المره اللي فاتت ان دولت بيوند اور كورس، يعني دولت خارج الكورس بتاعنا، هندرسهم ان شاء الله في سنه ثانيه في ماده اسمها الانترميديت اكاونتنج. فاحنا هناخد السنه دي بس الستيتمنت السهله شويه اللي ما فيهاش مشاكل عشان نفهم بس السيستم شغال ازاي، ونيجي السنه الجايه ان شاء الله ندخل الكومبريهنسيف انكم وندخل الكاش فلو ستيتمنتس. جميل. يبقى احنا هندرس مع بعض انكم ستيتمنت،
owner's equity statement, financial position statement, الاسم الدارج بتاعها balance sheet. وهنعرف ليه هم اتسموا كده ومكوناتهم ايه. جميل، ده اللي احنا خلصناه المره اللي فاتت، او كانت المحاضره اللي فاتت بتتكلم على كده. النهارده ان شاء الله هنخش بقى، طب حضرتك هتطلع financial statement as financial accountant، انت بتشتغل financial accounting يبقى حضرتك financial accountant، هتطلع اوتبوتس اسمها financial statement. طب ايه الاليمنتس، ايه المكونات، ايه الانجريدينتس اللي هتبقى جواها، ايه مكوناتها؟ فقال لك اول حاجه عندنا ان احنا عندنا basic elements. يعني ايه؟ يعني في عناصر اساسيه. يعني عايز اقول لك ان اللي هنقوله ده مش هو كل الاليمنتس اوف فاينانشال ستيتمنت، دي جاست البيزك. ومع التطور بتاع الدراسه بتاعتنا في سنه اولى ترم تاني وسنه تانيه وسنه تالته وسنه رابعه، هتفاجئ ان في اليمنتس جديده طالعه، لكن كلها من تحت البيزك اليمنتس ديت. حلو قوي. قال لك اول اليمنت عندي هو الاسيتس. بقول له يعني ايه اسيتس؟ خلي بالك بقى ان احنا هنستخدم ترمينولوجي، مصطلحات خاصه بالاكاونتنتس، بالمحاسبين. يعني حضرتك لما بتشتغل مع شغلانه معينه وليكن سواقين التاكسي، بتلاقي عندهم لغه خاصه بيهم. بتشتغل مع المهندسين هتلاقي عندهم لغه خاصه بيهم. هتلاقي تشتغل مع الدكاتره تلاقي الدكتور له لغه خاصه بيه. احنا كاكاونتنتس لنا اللغه الخاصه بينا اللي هي اللانجويج اوف بزنس، لغه الاعمال. يعني حضرتك لما تبقى حتى مش اكاونتنت وقاعد في مجلس اداره شركه، هتلاقيهم بيتكلموا بالمصطلحات اللي احنا بنقولها دي. يقول لك احنا عندنا اسيتس زادت وعندنا اسيتس قلت، فانت تستغرب يعني ايه اسيت. فاحنا عايزين نتعلم البيزكس اليمنتس ديت، الاساسيات بتاعه اللانجويج اوف فاينانشال اكاونتنج. قال لك اول حاجه، انت فاكر لما الاونرز راحوا اشتروا تاكسي المحاضره اللي فاتت؟ فاكر لما حبوا يكتبوا التاكسي دوت باسمهم ما عرفوش، لان هم كان عددهم ستة او سبعة والتاكسي عايز يتكتب باسم واحد. فقلنا الحل سهل جدا، ان احنا نكون كومباني، تو استابليش ا كومباني. وبدات الكومباني يكتب التاكسي باسم الكومباني، فبقى التاكسي بيلونجز تو ذا كومباني. اكشوالي الكومباني اون ذا تاكسي، بقى التاكسي ملك الشركه والشركه هي اللي بتمتلك التاكسي، او التاكسي دوت ممتلكات الشركه. اهي ممتلكات الشركه دي هنسموها مع بعض اسيتس، فتبقى الاسيت هي ريسورسز اوند باي ذا بزنس. ركز معايا تاني، اوند باي ذا بزنس. جميل، يبقى ممتلكات الشركه اسمها اسيتس. الشركه عندها عربيه يبقى اسمها اسيتس، عندها بيلدينج يبقى اسمه اسيت، عندها لاند يبقى اسمه اسيتس، عندها فرنيتشر يبقى اسمه اسيتس. بس بشرط ان الاسيت دوت اكسبكتد تو بروفايد فيوتشر بنفيت. يعني انت جايب الاسيت، انت كشركه جايب الاسيت اشتريته بقى ملكك عشان يجيب لك فيوتشر بينيفيت. تقول لي مش فاهم، هقول لك فاكر التاكسي؟ هو حضرتك لما الشركه اشترت التاكسي اشترته ليه؟ عشان يشتغل ويجيب فلوس، ما هي دي اسمها فيوتشر بينيفيت. حضرتك اشتريت عربيه نقل للشركه بتاعتك، تراك. طب جايب التراك ده ليه للشركه؟ هحطه زينه؟ قال لك لا، ده هنقل عليه البضاعه، يبقى ده فيوتشر بينيفيت. شاري اتوبيس عشان انقل فيه الموظفين، يبقى الاتوبيس ده ملك الشركه، يبقى ريسورسز اوند باي ذا بزنس. طب حضرتك جايب الاتوبيس ليه؟ عشان انقل بيه الموظفين، يبقى دي فيوتشر بينيفيت. جايب ماشين اكويبمنت، جايب الاكويبمنت ديت يبقى انت بتاعتك كشركه، يبقى ريسورسز اوند باي ذا بزنس. جايب الماشين والاكويبمنت ليه؟ عشان تشتغل وتطلع انتاج، ما هو ده اسمه فيوتشر بينيفيت. فهمنا الفكره؟ يبقى انت بتجيب اسيت يعني ريسورسز اوند باي ذا بزنس expected to provide future benefit، هيجي منها future benefit. جميل، ركز بقى في اللي جاي. اهو احنا عندنا انواع للاسيتس دي، ممتلكات الشركه اللي will be provide future benefits، عندنا منها types. هعلمك رول، الرول دي تاخد بالك منها جدا. عندنا في الاكاونتنج حاجه اسمها عمرها قصير وحاجه عمرها طويل. بقول له يعني ايه عمرها قصير وعمرها طويل؟ قال لي يعني اللي عمرها قصير يسموها current، واللي عمرها طويل يسموها non-current. بقول له مش فاهم. قال لي اللي عمرها قصير يسموها short term، واللي عمرها طويل اكيد هيسموها long term. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني هناخد الاسيتس دي نقسمها نوعين،
نوع نسميه current asset أو short term asset دي عمرها قصير، وأسيتس تانية نسميها عمرها طويل، يعني non current asset أو long term asset. بقول له جميل، طب based on what؟ يعني أنا هقول عمره طويل وعمره قصير based على إيه؟ الأعمار بيد الله يا أخي. هقول لك لا، هي الفكرة عندنا، هو إحنا بنطلع الفاينانشال ستيتمنت اللي فوق ده إيه؟ بنطلعوها للأونرز باي لو كلها قد إيه؟ بنقعدهم في البيت لمدة قد إيه بيفور ديليفرينج الفاينانشال ستيتمنت؟ قال لي 1 يير. فاكر معيار ال 1 يير ده؟ مش أنا قلت للأونر اقعدوا في بيتكم لمدة سنة؟ قال لي آه. قلت له أهو السنة ديت هي اللي هتحدد لي الأسيت ده كارنت ولا نون كارنت؟ شورت تيرم ولا لونج تيرم؟ بمعنى لو كان عمرها قصير يبقى أقل من سنة، لو كان عمرها طويل يبقى أطول من سنة، يبقى less than 1 year يبقى current و short term، لو long than 1 year يبقى non current و long term. ودي رول ثابتة في كل الأكاونتينج، أي حاجة في الأكاونتينج current أو short term اعرف إن عمرها less than 1 year، لو حاجة non current أو حاجة long term اعرف إن دي عمرها greater than 1 year. جميل، يبقى أول حاجة عندي هيقسموا الاسيتس نوعين، نوع يسموه الكرنت اسيت شورت تيرم اسيت يعني عمرها قصير، كلمه عمرها قصير يعني less than 1 year يعني عمرها اقل من سنه. يعني ايه عمرها؟ هي البني ادم بيعيش ويموت، طب هو الاسيت هيعيش ويموت؟ الاسيت بيعيش ويموت ازاي؟ قال لك ان هو يموت يتحول الى حاجه ثانيه turned into cash، يعني تحول الاسيت الى كاش، يبقى كده مات، ما بقاش اسيت بقى اسمه كاش. او كونسيومد، كونسيومد يعني استهلك، يعني يوزد اب، يعني حضرتك جبت قلم فالقلم ده اسيت قعدت تكتب بيه لغايه لما خلص بقى كونسيومد. طب لما القلم يخلص هيبقى اسمه اسيت؟ هتقول لي مش ملكي؟ هقول لك ملكك بس مش هيجيب لك فيوتشر بينيفيت، ما هو خلص، اشتريت كراسه تكتب فيها، الكراسة وانت بتشتريها هي resources owned by you، يبقى دي asset، تتنك تكتب في الكراسة لغاية لما تخلص، يعني consumed يعني used up، once انها consumed او used up ما بقتش asset. ليه؟ اصلها مش هتجيب لك future benefit، مفيش حتة فاضية تكتب فيها. فهمنا اللعبة؟ يبقى انت بتتكلم على انها هتتحول لشيء اخر او تستهلك. هتقول لي مش فاهمها قوي، هقول لك خلي دي في دماغنا، الشرط بتاع العمر انها turned into cash or consumed في فترة in period less than 1 year. هفهمها لك دلوقتي. طب تعالى نخش كده، اديني انواع للcurrent asset، ايه اللي ممكن الشركة تمتلكه فيبقى عمره اقل من سنة؟ يا سيدي انا هدي لك حاجة عمرها يوم او اتنين او تلاتة. ازاي؟ حضرتك لما بتنزل من البيت الصبح ورايح الكلية وتحط في جيبك 50 جنيه، وانت مروح معاك كام؟ لا معيش حاجة. ايه ده، راحوا فين؟ قال لك consumed used، صرفتهم. يبقى اسرع اسيت عندنا هو الكاش. هتقول لي بس يا دكتور الكاش سريع عشان انا بني ادم بشتري بالكاش دوت حاجات بستخدمه، بركب مواصلات، بشتري سندوتش واكله، فهو كده consumed بسرعة. لكن دي شركة، الشركة عندها خزنة وعندها حساب في البنك، فعندها فلوس قاعدة موجودة كتير، فممكن يبقى عندها فلوس لمدة سنتين وتلاتة واربعة. قلت له لا ما ينفعش، لو الشركة قعدت فلوسها لمدة سنة واتنين وتلاتة تقفل أحسن. بقول له يعني إيه تقفل أحسن؟ قال لي أصل الكاش جايبينه عشان نشتري بيه حاجة فنعمل بيه انفستمنت فيجيب حاجة. مش فاهم يا دكتور، يعني أنت لو معاك 100,000 جنيه وحطيتهم جوه الخزنة، جميل، وقعدوا عندك سنة هيبقوا كام؟ يعني هيبقوا كام؟ هيولدوا يعني؟ يعني ال 100,000 لما تحطهم جوه الخزنه سنه يولدوا لهم 10-15,000 جنيه؟ قلت لي لا، ده هيبقوا زي ما هم. هيبقوا زي ما هم، يبقى انت كشركه راكن على جنب 100,000 جنيه ما بتستخدمهمش. فالمديرين بيعملوا ايه؟ بياخدوا الفلوس يستثمروها، يعملوا بقى انفستمنت، فيروح يشتري عربيه فيشغلها، يروح يشتري اكويبمنت فيصنع بيها، يروح يشتري فرنيتشر فالعمال والموظفين يقعدوا عليه. يبقى الكاش معمولة عشان تستخدم في فترة قليلة جدا. هتقول لي بس قليلة ازاي يعني؟ هقول لك اكتشوال الشركة لما بتيجي تشتغل مع الكاش بتشتغل كالآتي. لما يجي لك كاستمر، الكاستمر ده العميل اللي انت بتبيع له بضاعة او بتدي له سيرفيس،
يقول لك والله انا هشتري البضاعه دي ب100,000 جنيه، فيدي لك 100,000 جنيه، هل هتاخد ال 100,000 جنيه تركنهم في الخزنه او في البنك لمده سنتين؟ قال لي لا، ده انا هاخدهم منه واشتري بضاعه جديده عشان اقدر ادور البضاعه في السوق فاكسب. طب الكاش عندي فلوس في البنك، اقعدها في البنك 3 4 ايام، اجيبها جوه الخزنه 3 4 ايام عشان اسد منها السالري بتاع الموظفين، يبقى الكاش عمره قليل جدا، ما ينفعش يتركن لان هو مش هيجيب فيوتشر بينفيت لو اتركن. جميل. تاني نوع عندنا من انواع الاسيتس السريعه جدا اللي عمرها صار قوي هي السبلايز. ايه السبلايز دي؟ دي الادوات المكتبيه مثلا، يعني حضرتك لما بتيجي تشتري قلم، القلم ده تقعد تكتب بيه قد ايه؟ ده لو بتكتب يعني اسبوع 10 ايام. لما تشتري شويه ورق للبرينتر هيستخدمهم بعد قد ايه؟ 10 15 يوم. يبقى الشركات لما بتشتري سبلايز، خلي بالك هي اشترت السبلايز ده بالكاش، يعني هي يوزد الكاش فتحول الى سبلايز. ايه ده؟ ما انا قلت لك هنا تيرند انتو كاش اور كونسيومد، فهي تحولت الكاش اتحول لاسيد، اما الاسيد ده كونسيومد. جميل. يبقى اول نوع الكاش. تاني نوع السبلايز عمرها قصير جدا، المستلزمات المكتبيه اللي بنجيبها للموظفين، تلاقي الموظفين في الشركه عندهم قلم وعندهم ورق وعندهم حاجات يكتبوا فيها، الحاجات دي اسمها سبلايز، المستلزمات الكتابيه او المكتبيه بتاعتهم. جميل. لكن في اسيت مهم جدا جدا جدا، فيري امبورتنت اسيت، اسمه انفنتوري او انفنتوري، الاثنين نطقهم صح، يعني حد يقول لك انفنتوري ما تزعلش منه، حد يقول لك انفنتوري، الاثنين اكسبتبل حسب الاكسنت. يعني الانفنتوري دوت هو جودز، جودز يعني بضاعه، يعني مرشندايز held for resale to customers. مش فاهم حضرتك، كارفور تعرفوا كارفور او محل سوبر ماركت، اي سوبر ماركت عندكم مشهور بيعمل ايه؟ بيروح يشتري بضاعه، البضاعه دي اسمها جودز، بيروح يشتري علبه اقلام، علبه ميه، كرتونه صلصه، كرتونه زيت، دي اسمها جودز. بيشتريها ليه؟ يحطها عنده في المخزن او يحطها عنده على الشلف على الرف او في المحل. ليه؟ قالك عشان يعمل لها حاجه اسمها ريسيل، عشان يرجع يبيعها للكاستمر بتاعه، يبقى هو يعمل ريسيل تو كاستمر. تعال نتفق الاول ان احنا لما بنشتري بنشتري فروم سبلاير، الراجل اللي احنا بنشتري منه احنا كشركه، احنا دي شركه كارفور او محل السوبر ماركت ده، لما بيشتري بيشتري من سبلاير، لما بيبيع بيبيع لكاستمر. جميل. دول كلمتين مهمين، دي اللغه بتاعتنا. لما بتيجي حضرتك تشتري البضاعه وتحطها جوه المخزن وتستنى انها تتباع، حضرتك اسمع السؤال كويس، ناوي تبيعها امتى؟ ايه؟ حضرتك لما اشتريت جودز، بيرشيست جودز فور ريسيل عشان تبيعها، ناوي نيتك من جوه قلبك الطيب ده ناوي يبيعها امتى؟ قلت لي as soon as possible، بسرعه على قد ما اقدر. تعرف لو العربيه جايبه البضاعه وقبل ما انزلها المحل جه واحد قال لي تبيع، هقول له بيع، يبقى انا عايز ابيع بسرعه. يبقى الانفنتوري دوت سريع. يعني ايه سريع؟ يعني تيرن تو كاش. ما هو انت لما هتيجي تبيعه هتعمل ايه؟ هياخد منك الانفنتوري او البضاعه ويدي لك فلوس، يبقى تيرن تو كاش خلال فتره اكيد لسه زان ونير. هتقول لي بس يا دكتور ساعات البضاعه ما بتتباعش وبتقعد عندنا بالسنه والاثنين ما تتباعش، يعني انت تخش فتح الله او كارفور او سوبر ماركت تلاقي عنده بضاعه بقى لها سنتين مركونه ما اتباعتش، يبقى دي شورت ولا لونج؟ هقول لك هي عمرها دلوقتي بقى له كام سنه؟ هتقول لي سنتين. هقول لك اكتر من سنه ولا اقل؟ هتقول لي اكتر. يبقى لونج ولا شورت؟ هتقول لي لونج. هقول لك غلط. ليه يا دكتور؟ مش انت قلت ان عمرها قصير يعني لسه ذان ونير تبقى شورت او كارنت، لو عمرها اطول من سنه تبقى لونج او نون كارنت؟ قلت لك اه. طب ما هو الانفنتوري بقى له سنتين ما اتباعش. قلت لك هي الفكره مش انه قعد قد ايه ما اتباعش، هي الفكره يوم ما اشتريناه، يوم ما اشتريناه في البرشيس ديت كانت نيتي ماي انتنشن ابيعه امتى. يبقى انا بحاسبك على الانتنشن، على النيه، نيتك وانت بتشتري تبيعه امتى. لو ناوي حابب انك تبيعه خلال الكرنت بيريود ليس ذان وان يير يسموه كرنت، لكن لو ناوي تبيعه بعد سنتين ما يبقاش اسمه شورت تيرم. ايه ده؟ هو ممكن يبقى عندي بضاعه
ابقى ناوي ابيعها بعد سنتين ينفع. ايه رايكم لو واحد اشترى حته ارض لاند، هو تاجر اراضي، تاجر اراضي يعني شغلته يشتري ارض ويبيعها. طيب الراجل اللي ناوي بعد يبيع الارض ده هيبيعها امتى؟ قال لك لا ده مجرد ما يشتريها عايز يبيعها على طول عشان يكسب ويدور الفلوس في السوق، فتبقى بالنسبه له اسمها انفنتوري وتبقى شورت او كارنت. جميل. طب لو انا خدت حته الارض دي في كردون المدينه من بره كده، انا سمعت اخبار ان الكردون بتاع المدينه هيوسع وحته الارض دي هتخش مباني، هي دلوقتي مش مباني، هي ارض زراعيه دلوقتي، لكن انا هشتريها ارض زراعيه وهسيبها مركونه سنتين على ما تخش كردون المباني وابيعها بالمتر، يبقى انا شاريها بالفدان عشان ارض زراعيه. هركنها عندنا في اسكندريه يسموها حسقعها، يعني هركنها على جنب واسيبها. لما يجي حد يقول لي تبيع يا حاج اقول له لا مش للبيع يا ابني، مش للبيع ليه؟ ده انا تاجر اراضي. لا ده انا شايلها على جنب لمده سنتين، اهي دي بقت نان كارنت، لان انا نيتي وانا بشتري الارض ما بيعهاش دلوقتي، ابيعها بعد سنتين. اهي دي يسموها لونج تيرم انفستمنت، حضرتك شاريها عشان تركنها لمده سنتين وتستثمر الفلوس ديت. دي حاجه غير الانفنتوري اللي انت ناوي تبيعه على طول. يبقى انا ركز كده على نيه الايه المانجر، هل هو شاري البضاعه دي الجودس دي فور ريسيل دايركتلي مجرد ما حد يجي لي هبيع، ولا ناوي اركنها؟ لا انا هنا ناوي ابيع على طول، يسموها انفنتوري وتبقى كارنت. كارنت يعني عمرها اقل من ايه؟ من سنه. جميل. طيب ايه ده بقى؟ قال لك حاجه اسمها اكاونتس ريسيفبل. خلي بالك عندنا في الاكاونتنج حاجه اسمها الابريفيشنز، الابريفيشنز هي الاختصارات، يعني بدل ما نكتب اكاونتس ريسيفبل يكتبوا ايه سلاش ار، بس ما تتنطقش ايه ار، يعني انت هتكتبها بايدك ايه سلاش ار، لكن لما تيجي تنطقها بلسانك تقول اكاونتس ريسيفبل، مش عايزك تنطقها وتقول ايه ار، مفيش حاجه اسمها ايه ار، ملهاش معنى عند بتوع الاكاونتنج، اسمها اكاونتس ريسيفبل، لكن وانا بكتب اكتبها ايه سلاش ار. جميل. ايه الاكاونتس ريسيفبل دي؟ قال لك فاكر الانفنتوري؟ قلت له ايه الانفنتوري ده؟ ده جودز بيرشيست صح؟ فور ريسيل، ده الديفينيشن بتاعها، اشترينا بضاعه عشان نبيعها. جميل. حضرتك المفروض تبيعها وتاخد مكانها ايه؟ انا لما ابيع اخد كاش، يبقى تيرن تو كاش. حلو قوي. بس ايه رايك لو انا بعت اون كريدت؟ بقول له يعني ايه اون كريدت؟ قال لي يعني اون اكاونت. قلت له ما انا ما فهمتش اون كريدت، هفهم اون اكاونت يعني ايه؟ قال لي يعني على الحساب، يعني بالاجل. قلت له مش فاهم. قال لي يعني حدي الكاستمر بتاعتي، يبقى انا هبيع تو كاستمر، هدي له بضاعه واقول له سدد ثمنها بعد شهر، يبقى انا هبيع النهارده سيل توداي وكوليكت الكاش افتر 1 مانث على الاجل على الحساب. يبقى اون اكاونت او اون كريدت معناها اني بعت بضاعه بس هاخد ثمنها بعد شهر، يعني ويل بي تيرن تو كاش بس بعد شهر. هتقول لي وماله؟ هقول لك الفلوس اللي انا عايزها من الكاستمر دي اسمها اكاونتس ريسيفبل. هتقول لي ده اسم غريب قوي، هقول لك لا، ما الكوليكتد كاش دي معناها ايه؟ ويل بي ريسيفد ان فيوتشر، مش ده معناه يا شباب؟ ريسيفبل يعني اي ويل ريسيف ات، هاخدها، اي ويل كوليكت ات، اي ويل ريسيف ات ان ذا فيوتشر، فيسموها ريسيفبل. يبقى ريسيفبل هي فلوس ليا عند الكاستمر، انا عايز منك فلوس يا حاج، هتدفعها لي امتى؟ قال لي بعد شهر. قلت له يبقى اسمها اكاونتس ريسيفبل. يبقى الاكاونتس ريسيفبل بتنشا نتيجه انك بعت اون كريدت. ركز بقى، انت بعت اون كريدت، اون كريدت يعني اون اكاونت، الاثنين بنفس المعنى يا شباب، يعني على الحساب، يعني بالاجل، يعني افتر سام تايمز اي ويل كوليكت ماي ماني، اي ويل ريسيف ماي ماني، دي معناها ديو فروم كاستمرز، يعني عايزين من الكاستمر. لو عم احمد التاجر البياع باع بضاعة لمحمود، محمود ده المشتري، يبقى محمود
عليه فلوس لعم احمد، وعم احمد له فلوس من محمود. الفلوس اللي ليا دي بتاعتي ملكي. يعني لو عم احمد قعد مع محمود على القهوه بالليل يلعبوا دومينو فتعاركوا سوا، عم احمد هيقول لمحمود ايه؟ هات الفلوس اللي عليك، هات فلوسي فلوسي. يبقى الاكونتس ريسيفابل هي اسيتس، هي ريسورسز اوند باي ذا بزنس، هي فلوس لنا بس لسه ما حصلناهاش. ديو فروم كاستمر، ديو يعني مستحقه، ديو فروم كاستمر يعني مستحقه على الكاستمرز. خلي بالك دي اورال بروميس، مش فاهم يعني بالبق. يعني محمود قال لعم احمد تبقى عايز مني، وعم احمد قال لمحمود انا عايز منك بالبق. هتقول لي يعني ايه بالبق؟ هقول لك بالاورال بروميس، وعد كده بالكلام. هتقول لي يعني ايه ده؟ هو في حاجه في الدنيا اسمها بالكلام؟ ده انت بتتكلم في شركه، مش بتتكلم محمد ومحمود، انت بتتكلم على شركه، وبالتالي العلاقات بين الشركه المفروض تبقى مكتوبه. هقول لك التجار لما بيعاملوا بعض، التجار ده تاجر عنده محل وده تاجر عنده محل، فلما يتعاملوا مع بعض يتعاملوا باللسان بالاورال بروميس. عشان كده التجار لك كلمتنا ورقه، التاجر كلمته ورقه. يا عم انا قلت لك خلاص تبقى عايز مني 10,000، مش لازم اكتب لك ورقه. جميل، يبقى ده اورال بروميس، يسموها اكونتس ريسيفابل. بس يعني طب فرض ان انا الكاستمر اللي جه لي ده ما اعرفوش، يعني ايه؟ يعني احنا لو كاستمرز بنتعامل مع بعض، عندي عميل انا كشركه بتعامل مع عميل بقالي 20 سنه، انا عارفه وعارف ولاده وعارف المحل بتاعه وعارف بيته وعارف مراته وعارف حكايته، فلما يجي ياخد مني بضاعه اقول له خلاص يا حاج ادفع بعد شهر بالكلام بالاورال بروميس. طب لو الراجل ده انا ما اعرفوش، اول مره اتعامل معاه، او سمعته وحشه، او انا قلقان منه، قال له ايه يعني؟ حقك تكتبه ورقه، فيسموها نوتس ريسيفبل. خدت بالك بقى من الفرق بين نمبر 4 ونمبر 5؟ نمبر 4 ده اورال بروميس، يسموها اكونتس ريسيفبل، يعني انا عايز من محمد فلوس بالبق كده باللسان، اورال بروميس. نوتس ريسيفبل همضيه على ورقه. يبقى النوتس ريسيفبل والاكونتس ريسيفبل هم حاجه واحده. الفرق ان الاكونتس ريسيفبل اورال، النوتس ريسيفبل ريتن، فيطلع شكلها عامل كده. هي اسيت زيها زي اللي فوق بالظبط، اسيت كرييتد باي سيلينج برودكت اور سيرفيس، دي كرييتد باي سيلينج برودكت اور سيرفيس. اون كريدت، دي اون كريدت بس جيت نوت، يعني ريتن بروميس. قمت جايب ورقه وسميناها كمبياله. تسمع عن كلمه كمبياله؟ يسموها عندنا بالانجلش نوت، ويمضوا عليها اللي عليه الفلوس. امضيه على ورقه، اقول له حضرتك احنا عايزين منك 10,000 جنيه، من فضلك امضنا على الورقه دي. ما دام مضنا على الورقه تبقى اسمها نوتس ريسيفابل. يبقى لما يجي ميعاد السداد هقوم باعت له الكمبياله، يبعت لي الفلوس، يبقى تيرن تو كاش، بس مش النهارده، دي ريسيفابل. will be turned to cash in the future after period of time. يبقى انا عندي خمس انواع من الكرنت اسيت. طبعا هو مش خمسه بس، لكن احنا كبدايه هناخد خمسه. عندنا اول حاجه الكاش، سريع جدا، يتحط في الخزنه يومين ثلاثه تدفع منه المرتبات، يتحط في الخزنه يومين ثلاثه تشتري بيه بضاعه. السبلايز الادوات المكتبيه والمهمات وما اعرفش ايه هتستهلك وتستخدم ويوزد اب او كونسيومد في فتره قليله جدا. الانفنتوري دي جودز هيلد فور ريسيل، شاريينها عشان نبيعها، نيتي من جوه اني ابيعها في ليس ذان 1 يير. الاكونتس ريسيفبل والنوتس ريسيفبل هي فلوس ديو فروم كاستمر، يعني فلوس على الكاستمر، مستحقات على الكاستمر لصالح الشركه، تبقى اسيت فلوسنا، بس وي ويل ريسيف ات ان ذا فيوتشر، هناخدها في المستقبل. قدامي حلين، يا التاجر ده اعرفه وفي علاقه بيننا وبين بعض وشغل، يبقى اورال بروميس. طب لو مفيش علاقة وخايف منه وقلقان مفيش مشكلة، كتبه ورقة يسموها نوت، يبقى ريتن بروميس. يبقى الاورال بروميس اسمها اكونتس ريسيفابل، النوتس ريسيفابل هي ريتن بروميس. وكنا بنقول ان ان احنا عندنا كارنت اسيت يعني عمرها قصير، وده ليس ذان 1 يير، وخدنا خمس انواع من الاسيت دي لازم اكون عارفهم حافظهم زي اسمي: كاش، سبلايز، انفنتوري، ودي بتبقى حسب نية الشركة تبيع البضاعة دي امتى. لو الانفنتوري بقى يعني وبيعها قريب جدا سريع جدا. الاكونتس ريسيفبل والنوتس ريسيفبل هي اسيتس ديو فروم كاستمر، يعني فلوسي عايزها من الكاستمر. لو اورال بروميس يسموها اكونتس ريسيفبل، لو ريتن يسموها نوتس ريسيفبل. طيب ده اذا كان حاجات شورت،
حاجات كارنت، حاجات عمرها قصير، طب ايه رايك لو عندي حاجات عمرها طويل؟ قال لي زي ايه؟ قلت له والله دول كتير قوي، دولت اسيتس اشتريناهم فور يوزد. خلي بالك ان الشورت والكارنت اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه هم يوزد برضو، بس يوزد فور بيريود ليس ذان 1 يير، لكن دي يوزد فور ا لونج تايم يعني مور ذان 1 يير. يبقى انا اقدر اشتري اسيت واستخدمه اطول من سنه. مش فاهم حضرتك، هتشتري كرسي تقعد عليه الموظفين، يبقى فور يوزنج اهو، الموظف ده هتخلي له الكرسي قد ايه؟ كل شهرين هتغيره له ولا يقعد عليه 3 4 5 سنين يتكسر نصلحه له؟ حضرتك لما بتشتري تراك عشان تنقل عليه بضاعه الشركه، هتشتري التراك دوت ويبوظ بعد شهرين، كونسيومد يستهلك بعد شهرين، ولا بيقعد عندك 5 6 سنين؟ حضرتك لما بتبني بيلدنج للشركه بتاعتك، البيلدنج ده انت نيتك من جوه قلبك يقعد قد ايه؟ يقعد فور ايفر، ما يتهدش ابدا، صح؟ يبقى انت بتتكلم على اسيتس يوزد فور ا لونج تايم مور ذان 1 يير، ويل نوت بي كويكلي تيرند انتو كاش. مش هبيعه دلوقتي، انا مش ناوي ابيع، بس خلي بالك انا ممكن ابيعه دلوقتي. يعني ايه؟ يعني لو خدنا انواع زي اللاند والبيلدنج والاكويبمنت والكار والتراكس والفرنيتشر، انا شاريهم بنيه فور يوزد فور ا لونج تايم، صح كده؟ بس انا اشتريت اكويبمنت فور يوز فور ا لونج تايم، وبعد شهرين لقيته مش عاجبني، لقيته طلع منه حاجه احسن. لقينا اكويبمنت، اشتريت كمبيوتر عشان اشتغل عليه في الكلاس بتاعي، يعني حضرتك كطالب اشتريت كمبيوتر عشان تشتغل عليه، انت نيتك انه يكفيك الايه؟ الاربع سنين، ويا رب بعد الاربع سنين يقعد تاني. بعد ما اشتريته في نيتك يقعد اربع خمس سنين، جالك واحد بعد شهر قال لك ايه الجهاز القديم اللي معاك ده؟ ده في واحد احسن منه كتير، ما تبيع ده وتشتري ده. هتبيعه، يبقى انت بعته بعد شهرين، يبقى لونج ولا شورت؟ هتقول لي كده بقى شورت، ما انا بعته بعد شهرين، ده تحول الى كاش بعد شهرين. هقول لك لا، انت نيتك وانت بتشتريه، وانت لحظه ما اشتريته كانت نيتك يقعد عندك قد ايه؟ قلت لي يقعد عندي اربع خمس سنين، قلت له يبقى لونج تيرم. يبقى هي الفكره يا شباب مش بالعمر الحقيقي، يعني ما بقول لك عمره قصير وعمره طويل، ما اقصدش عمره الحقيقي، انا اقصد when you are purchasing the asset, when you are acquiring the asset, your intention to hold the asset for a long time ولا short time؟ نيتي long time، يبقى long term assets زي اللاند والبيلدنج والاكويبمنت. طب ايه رايك لو اشترينا لاند؟ فاكرين اللاند اللي اشتريناه من شويه لما كنا بنتكلم على انك ممكن تشتري asset وتبيعه؟ طب انا اشتريت asset، الاسيت دوت اسمه لاند، اشتريت حته ارض، نيتي من جوه انا تاجر اراضي، يبقى اللاند لونج تيرم ولا تبقى اللاند انا تاجر اراضي ناوي ابيعها على طول تبقى انفنتوري؟ حضرتك تاجر عربيات، لما تشتري تراك او كارز انت تاجر عربيات، يبقى لما تشتري عربيه وتراكس تشتريها كارنت اسيت ولا لونج تيرم اسيت؟ انا تاجر عربيات، يبقى عايز اشتري العربيه وابيعها على طول، يبقى دي انفنتوري. لكن لو شاري عربيه عشان استخدمها واركبها واروح بيها شغلي وانقل بيها بضاعه وانقل بيها موظفين، بقت بالنسبه لي لونج تيرم. يبقى العبره بايه؟ بالمانجمنت انتنشن. جميل، يبقى في عندنا شورت تيرم اسيت، في عندنا لونج تيرم اسيت. الفرق بينهم نيتك وانت بتشتري الاسيت دوت يقعد عندك فتره طويله ولا فتره قليله، الفتره اللي هيقعدها فور يوزنج هيستخدم بعد قد ايه، الفتره اللي هيتحول فيها الى كاش هي فتره قد ايه. في عندنا نوع ثالث من الاسيت غريب قوي، ده نوع يو كانت تاتش ات اور سي ات، ولا تقدر تلمسه ولا تقدر تشوفه، يسموه الانتانجبل اسيت. كلمه انتانجبل يعني غير ملموس، غير ملموس انتانجبل، عكسها كلمه تانجبل. يعني لو شلنا الاي ان دي بقت تانجبل، تانجبلز يعني اسيت ملموس، ملموس يعني اقدر اشوفه بعينيا والمسه بايديا، واخد حد من ايده اقول له تعالى افرجك على البيلدنج، تعالى افرجك على الكارز، تعالى افرجك على الانفنتوري، بيتشاف بالعين ويتعد 1 2 3 4، اقول لك انا عندي 4 كارز 1 2 3 4، فده تنجبل. في نوع من انواع الاسيتس هو لونج تيرم اسيت، يعني عمره طويل، وي ويل بي يوزد وهتستخدمه، يبقى هيجيب لك بنفيت، بس لاك اوف فيزيكال نيتشر. لاك اوف فيزيكال نيتشر يعني ما هوش حاجه فيزيكال، ما هوش حاجه ملموسه، ما تقدرش تشوفه بعينيك ولا تلمسه بايديك ولا اقول لك تعالى افرجك عليه.
ايه ده زي ايه ده؟ قال لك زي الباتنت. ايه الباتنت ده؟ حق الاختراع. حضرتك لما تروح تشتري فورمولا، واحد عمل بيرفيوم معين، حط ايه على ايه على ايه، طلع بيرفيوم، هتروح بتشتري منه ازازه بيرفيوم ولا بتشتري الفكره؟ بتشتري الفورمولا، المعادله اللي هو عملها، بتشتري الفورمولا. يبقى ده اسمه حق اختراع. حضرتك اللي اخترع السكرين تاتش بتاعت التليفون اللي في ايدك، السكرين تاتش ديت، لو جينا بصينا عليها، حضرتك في واحد اخترعها، احنا رحنا اشترينا منه سكرين تاتش، يعني قلت له انا عايز اشتري السكرين تاتش، ولا هشتري فكره السكرين تاتش؟ هشتري الفكره، فيسموه باتنت، يعني حق اختراع، زي الكوبي رايت، حقوق الملكيه الفكريه، زي التريد مارك، زي التريد نيم، زي الفرنشايزز. يعني اديك مثال مشهور قوي، حضرتك عارف ماكدونالدز اللي عندكم في اسوان؟ اه حلو قوي، بنحب ناكل عنده. ماكدونالدز ده ملك، هل ماكدونالدز اللي في اسوان ده ملك الشركه اللي اسمها ماكدونالدز في امريكا؟ امال هي ايه؟ لا، ده ملك عم حسن، راجل طيب كده يعني اسمه عم حسن، فتح محل وكتب عليه ماكدونالدز. ايه ده، هو اي حد ينفع يفتح محل ويكتب عليه ماكدونالدز؟ قلت لك لا، ده هيروح لشركه ماكدونالدز الام، الشركه الام، ويشتري منهم حاجه اسمها فرنشايز، يعني حق امتياز. يقول لهم ايه، انا عندي محل في اسوان عايز اعمله ماكدونالدز، يقول لك هتدفع 50 مليون جنيه لمده 20 سنه، يعني تدفع لنا 50 مليون جنيه وتستخدم اسم الشركه والانجريدينس، المكونات بتاعه المنتج بتاعنا وشكل المنتج، حتى الناس اللي هيشتغلوا عندك يلبسوا نفس اللبس، وتكتب ماكدونالدز على المحل لمده 20 سنه، دفع لنا 50 مليون جنيه. هو دفع 50 مليون جنيه to used over a long time. طب هو دفعهم ليه؟ دفعهم عشان يستخدم اسم ماكدونالدز فيبيع اكتر. يعني هو لو بدل ما يكتب ماكدونالدز كتب عم حسن، حد هيروح يشتري من عنده؟ يعني هو لما يكتب ماكدونالدز يبيع السندوتش ب 50 جنيه، لما يكتب عم حسن يبيع السندوتش ب 20 جنيه، مع انه ممكن يبقى نفس السندوتش وبتاع عم حسن احسن. ايه اللي خلى السندوتش ده من 20 نط لغايه 50؟ كلمه ماكدونالدز. يبقى انت شاري حق استخدام الاسم، يسموه فرنشايز. دي حاجه انتنجبلز، حاجه غير ملموسه، حاجه ما نقدرش نشوفها بعينينا، ده ورقه، ده اتفاق، ده عقد. يبقى الاسيتس عندنا ثلاث انواع، نراجع كده سريعا. الاسيت ثلاث انواع، الاسيت هي ريسورسز اوند باي ذا بزنس، جميل، هتجيب لنا فيوتشر بنفيت، يا اما كارنت يعني عمرها قصير، يا اما نون كارنت. النون كارنت دول نوعين، يا اما لونج تيرم اسيتس بروبرتي بلانت اند اكويبمنت اللي هي الكار والتراك والبيلدينج، او الانتنجبل. خلي بالك ان الانتنجبل هي نون كارنت، هي عمرها طويل، بس الفرق بينها يعني بي اللي هي البروبرتي بلانت اند اكويبمنت واللونج تيرم ديت تختلف عن الانتنجبل اسيت في حاجه واحده، ان ديت فيزيكالي، دي حاجه ملموسه تشوفها بعينيك، ديت لاك اوف فيزيكال نيتشر، حاجه غير ملموسه او حاجه ما تتشافش بالعين، ده مجرد اتفاق. جميل. طب ايه كمان؟ ولا يهمك، ماشي يا باتريك. ايه كمان عندنا؟ قال لك والله عندنا حاجه اسمها لايبيليتيز. بقول له استنى، يعني ايه لايبيليتيز؟ قال لي ما هي الاسيتس دي ريسورسز اوند باي ذا بزنس. يعني ايه يا شباب؟ يعني ممتلكات الشركه. طب فاكر التاكسي اللي اشتريناه المحاضره اللي فاتت؟ كان ب 170,000 جنيه. الاونرز كان معاهم 100,000 جنيه. فاكر لما راحوا يشتروا التاكسي عملوا ايه؟ دفعوا ال 100,000 جنيه للديلر بتاع التاكسيات، وكان فاضل 70,000 جنيه حاجه يسموها ديتس. ديتس يعني ديون، يعني عليهم فلوس. اي ال 70,000 جنيه الديتس دي يسموها عندنا لايبيليتيز. لايبيليتيز يعني ديتس او اوبليجيشنز اوف بزنس، يعني الاسيتس هي الحاجات اللي ملك الشركه، واللايبيليتيز هي الحاجات اللي على الشركه، يسموها رايتس اوف اذرز، حقوق الغرب، حقوق الناس الثانيه، حد عايز مننا فلوس. يبقى الاسيتس هي ملك الشركه، ممتلكات الشركه، ريسورسز اوند باي ذا بزنس. لكن الديتس او الديون يسموها اوبليجيشنز، يبقى هي ديتس اور اوبليجيشنز اوف ا بزنس. زي ما قلت لك المره اللي فاتت، صاحب التاكسي هو الشركه،
والديون ديون على الشركة. اه الديون اللي على الشركة ديت يسموها liabilities. جميل. طب انواعها ايه؟ اذا هي لها انواع، هو انا مش لسه موريك دلوقتي ان الاسيت ممكن يبقى لها انواع، وقلنا عمرها قصير او عمرها طويل. بنفس المنطق ونفس الفكرة liabilities برضو نوعين، يا اما عمرها قصير تبقى current او short term، او يبقى عمرها طويل يعني non current او long term. لما تيجي تشتغل مع asset تقول current asset و non current asset. طب لما تيجي تشتغل مع liabilities تقول current liabilities او non current liabilities. الفرق بينهم عمرها. عمرها قلنا بنتكلم المعيار بتاعنا هو الوان ايه؟ الوان يير. بمعنى لو انت عندك obligations او debt عليك دين هيتسدد during the year خلال سنة او less than one year يبقى current. لو عندك دين او عليك obligations عليك التزام هيتسدد في فترة اطول من سنة يعني بعد اربع خمس سنين يبقى long term. هتقولي زي ايه؟ تعالي امسكوا الاول الكرنت. يبقى الكرنت بتاعتنا هي short term liabilities يعني will be paid during period less than one year، هتتدفع وتتسدد خلال اقل من سنة فيسموها current liability. زي ايه؟ فاكر لما بعنا بضاعة on credit اللي عملناه من شوية دي كانت فلوس لنا برة، كانت due from customer صح؟ كنا عايزين من الكاستمر فلوس. فاكر كان اسمها ايه؟ اه كان اسمها accounts receivable. طب ايه دخل الاكونتس ريسيفابل باللايبيليتيز؟ دي فلوس لنا، دي اسيت، دي حقنا. قال لك ما هو كل حاجه في الاكونتنج لها وشين. ركز بقى في الكلام المهم قوي ده. كل حاجه ان اكونتنج هاز تو فيسز. اي حاجه في الاكونتنج لها وشين. بقول له يعني ايه وشين؟ قال لي يعني لما حضرتك تشتري مش يبقى اكيد في واحد باع ايه؟ حضرتك اشتريت عربية يبقى اكيد في واحد باع عربية. اه حضرتك لما تقبض فلوس لما اعمل كوليكشن لكاش كشركة مش يبقى اكيد في واحد تاني دفع الفلوس؟ يعني ينفع نقبض ومفيش حد يدفع؟ هتقولي لا، ده واحد بيدفع وواحد بيقبض، واحد بيشتري وواحد بيبيع. اه يبقى هي كل حاجة في الاكاونتنج لها تو فيسز. عشان كده المحاضرة اللي جاية ان شاء الله هنركز على الكلمة دي، everything in accounting has two faces. كل حاجة في الاكاونتنج لها وشين. طب انت بتقول لنا الكلام ده ليه؟ هقول لك ما هو انا accounts receivable معناها ليا فلوس، يبقى اكيد في واحد تاني عليه فلوس، مش كده ولا ايه؟ ما هي الاكونتس ريسيفبل معناها ان الشركة ليها فلوس، لكن في واحد تاني عليه فلوس. اللي ليه فلوس يكتبها عنده اكونتس ريسيفبل. طب واللي عليه فلوس يكتبها ايه؟ قال لك اكونتس بيبل. بيبل ايه كلمة بيبل دي؟ ما هو ريسيفبل جت ليه؟ ريسيفبل يعني اي ويل ريسيف كاش. طب بيبل اي ويل باي كاش. شفت الفرق بقى؟ يبقى accounts receivable انا ليا فلوس يبقى هقبضها، I will receive cash. لكن accounts payable ده obligations او دين عليا، فلوس عليا، I will pay it in the future. جميل. يبقى انت لازم تعرف ان كل حاجه ليها حاجه عكسها. فلما نيجي نتكلم على ان عليك فلوس يبقى في واحد تاني له فلوس، فيطلع لك حاجه اسمها accounts payable. accounts payable يعني amount owed to suppliers. فاكر مين السبلايرز؟ السبلاير هو الشخص اللي احنا اشترينا من عنده بضاعة. from purchase of goods بس on ايه برضو؟ on account او on credit. يبقى انت لما بتبيع يبقى ليك فلوس، يبقى receivable. you will receive it. يبقى اسمها accounts receivable، حقك وبتاعتك واسد. طب حضرتك لما تشتري on credit يبقى عليا فلوس للسبلاير، I owed to supplier، عليا فلوس، I will pay it in the future، فيسموها accounts payable. ودي oral promise. فاكر ال oral promise وال written promise؟ اهي دي oral. طب لو الراجل ده ما يعرفنيش،
وقال لي محدش ضامن عمره، ومن فضلك امضينا على كمبيالة. تتحول الاكونتس بيبل الى ايه يا شباب؟ فاكر هناك الاكونتس ريسيفبل تحولت ريتن الى ايه؟ الى نوتس ريسيفبل. يبقى الاكونتس بيبل تتحول الى نوتس ريسيفبل لما تبقى نوت، يمضوني على ورقه. خلي بالك اللي عليه فلوس هو اللي بيمضي، اللي عليه فلوس هو اللي بيمضي. يبقى مبلغ عليا ويجيبوا لي ورقه كده فورمال اجريمنت، يسموه نوت او يسموه عندنا بالعربي كمبياله، يمضوني عليه. يبقى دي فلوس عليا، يبقى الفلوس اللي عليا سواء كانت اورال بروميس يبقى اسمها اكونتس بيبل، كانت ريتن يسموها نوتس بيبل. في نوع ثالث مهم جدا من انواع اللايبيليتيز. حضرتك كنت قاعد في البيت دلوقتي مشغل الكهرباء صح؟ عامل تيرن اون للالكتريستي. الكهرباء ديت بيجي لك المحصل اخر الشهر يجيب لك الفاتوره يقول لك حضرتك استهلكت كهرباء ب 100 جنيه. تعرف وانس انك فتحت الكهرباء بقى عليك فلوس؟ عليا فلوس؟ طبعا. مش انت استخدمت كهرباء؟ لا، فلوس عليها فلوس ولا لا؟ عشان كده بابا لما بيخش البيت يقول لك يا ابني اطفي النور حرام عليك. طب انا اطفي النور ليه يابا؟ ده منور وحلو وزي الفل. قال لك لان كل ما انت منور النور العداد بيعد. عداد بيعد يعني علينا ايه؟ علينا فلوس. مش فاهم. طب تعالى اديلك مثال تاني. انت عارف الموظف اللي شغال في الشركه؟ بيقبض ايه؟ بيقبض سالري. بيقبض كل قد ايه؟ كل شهر. في نهاية الشهر يعني بيجي يشتغل لمدة 1 مانث ويجي في الآخر هنا ياخد حاجة اسمها سالري. سالري يعني مرتب أو الراتب بتاعه. بياخد 3000 جنيه في الشهر. 3000 جنيه والشهر 30 يوم. صح؟ يبقى اليوم بكام؟ هتقول لي هاخد ال 3000 أقسمه مع 30 يبقى اليوم ب 100 جنيه. صح كده؟ حلو قوي. هو لما يشتغل 10 ايام هتقبضه كام؟ لا مش هقبضه، انا بقبض اخر الشهر. المرتبات بتتصرف عندي مره واحده في اخر الشهر، يجي اخر الشهر ياخد 3000 جنيه. طب الراجل ده اشتغل 10 ايام وزعل واتخانقت معاه وقال لك معلش يا حاج انا كده اخري 10 ايام كفايه قوي. هيقول لك اديني ايه؟ اديني فلوسي. ايه؟ مش انا اشتغلت عندك 10 ايام اليوم ب 100 جنيه يبقى ليا عندكم 1000 جنيه. اهي ليا عندكم دي يسموها السالاريز بيبل، يعني سالاريز مستحقه على الشركه، فلوس على الشركه. دي هنسموها مع بعض اكسبنسز بيبل. اكسبنسز بيبل اي اكسبنس نوت بيد يت يبقى على الشركه. يعني الموظف اشتغل 10 ايام ومات، ندي الورثة بتاعته فلوس ولا نقول لهم كان بيقبض اخر الشهر؟ يا اخوانا الراجل مات اديله فلوسه، فلوسه تبقى على الشركة. لما تيجي تسكن في مكان بياخدوا الايجار اخر الشهر. طول ما انت ساكن عليك رنت، تستخدم كهرباء، طول ما انت مولع الكهرباء وعامل تيرن اون للكهرباء مشغل الكهرباء يبقى انت عليك كهرباء، تستخدم مية، طول ما انت بتفتح الحنفية عليك تكلفة المية ديت يسموها اكسبنسز. فاحنا بنقول اكسبنس بيبل معناها اكسبنسز نوت بيد يت، الحاجات اللي على الشركه ولسه ما اتدفعتش ات ويل بي بيد ان ذا فيوتشر. بس اسالك سؤال، هو كل دوت شورت تيرم يعني كارنت ليه؟ لان اكيد الكارنت لايبيليتيز هتتدفع في فتره اقل من سنه. يعني حضرتك لما تشتري بضاعه وما تدفعش ثمنها تسد بضاعه بعد قد ايه؟ 30 يوم 40 يوم. لما يمضوك على كمبياله عشان تدفع الفلوس اللي عليك شهر شهرين. طب لما يجي الموظفين ما قبضوش تقبضهم بعد قد ايه؟ ايه رايك لو شغلت الموظفين وقبضتهم بعد سنتين ينفع؟ لا طبعا، ده انت لو قعدت شهر و10 ايام تقوم ثوره. وعشان كده كل الانواع اللي قدامك دي كارنت لايبيليتيز يعني ويل بي بيد ديورينج ا بيريود ليس ذان 1 يير، وغالبا بتبقى شهور يعني شهر شهرين ثلاثه بالكثير. طب هو في لايبيليتيز ديون او اوبليجيشن ممكن تتسدد في فتره اطول من سنه؟ قال لك طبعا. اشهرهم حاجه مشهوره جدا يسموها البنك لونز، وده الوحيد اللي عنده القدره ان هو يدي لك فلوس ويصبر عليها لانها شغلته. يعني البنك شغلته يدي للناس فلوس ويصبر عليها 3 4 سنين وياخد مقابلها انترست.
فالبنك لونز غالبا بتبقى لونج تيرم لايبيلتيز ويل بي بايد ديورينج ا بيريود مور ذان 1 يير، هتبقى هتدفع بعد 4 سنين بعد 5 سنين، فيسموها لونج تيرم لايبيلتيز. في انواع كتيره من اللونج تيرم لكن مؤقتا عشان احنا لسه بنبدا فهنقول بس البنك لونز، لكن في انواع تانية طبعا، في انواع تانية. انا عايزك تبقى عارف ان الاسد لغايه دلوقتي نوعين اساسيين، كارنت ونون كارنت. النون كارنت في جواه نوعين، نوع منه لونج تيرم او بروبرتي بلانت اند اكويبمنت واللاند والبيلدنج والاكويبمنت، ونوع تاني يسموه الانتنجبلز. عايزك تعرف ان اللايبيلتيز نوعين، كارنت ونون كارنت او شورت تيرم ولونج تيرم، وما فيهمش انتنجبلز، يعني مش زي الاسيت. لا تفتكر هنا كارنت اسيت ولونج تيرم اسيت وانتنجبل اسيت فتفتكر ان في حاجه اسمها انتنجبل لايبيلتيز، لا دي الانتنجبلز جاست فور اسيتس. اللايبيلتيز دي الديون اللي على الشركه اللي هتدفع في فتره اقل من سنه يسموها كارنت، لو هتدفع بعد سنه يسموها لونج تيرم لايبيلتيز. جميل. ايه ده بقى؟ ده النوع الثالث. إيه احنا خدنا اسيتس ممتلكات الشركه، فاكر التاكس كان بكام؟ كان ب 170,000. فاكر كان علينا ديون اللي سميناها لايبيلتيز كانت ب 70,000. طب الفرق بين الرقمين دول الفلوس اللي دفعوها مين؟ الاونرز لما اشترينا التاكس المره اللي فاتت. الاونرز دولت لهم عندنا 100,000 يسموها اونرز ايكويتي، بس انا عايزك تاخد بالك من كلمه اونر دي، مش جمع، دي كلمه مفرد، يعني اونر واحد، جاست وان اونر، لان احنا ما عندناش كلمه اونرز بالاس، ما عندناش جمع اونر. ايه ده؟ مش الشركه ممكن يمتلكها 5 6 انفار؟ لو بيمتلكها 5 6 انفار ما يبقاش اسمها اونرز، يبقى اسمهم بارتنرز. يعني كلمه اونرز بالاس دي كده، دي كلمه غلط محاسبيا اكاونتنجلي، دي غلط، يسموهم بارتنرز. بارتنرز يعني شركه، ما يتقالش عليهم اونرز، يتقال عليهم بارتنرز. لو شركه عندها شيرز فيسموهم شير هولدرز، يعني حملت الاسهم. ريجاردليس عن النوع ما تشغلش بالك قوي، لان احنا قدام شويه هناخد انواع الشركات ونعرف كل شركه صاحبها اسمه ايه، لكن عايزك تركز بس ان ده اونر واحد، جاست وان اونر. هنتكلم على شركه بيمتلكها شخص واحد يسموها سول بيزنس. سول بيزنس يعني يعني منشاه فرديه، يعني بيمتلكها شخص واحد، فده جاست وان اونر. لو جيت سالتك هو الاونر له في الشركه ايه؟ الرايتس اوف اونر، يسموها الاونرز ايكويتي. حقوقه ايه في الشركه؟ ركز كده بالراحه، هو الاونر له ايه في الشركه؟ اول حاجه اللي دفعه، فاكر لما لمينا الفلوس من الاونرز وجبنا تاكسي، فالاونر ده له اللي دفعه في الشركه، اللي دفعه ده يسموه كابيتال، اللي هو راس المال، هو انفستمنت باي اونرز. كل ما يدفع اكتر كل ما الكابيتال بتاعه يزيد. يقول لك انا عندي كابيتال في الشركه، راس مال الشركه. الكابيتال ده ملك الاونرز، لان الاونر هم اللي دافعينه للشركه، من غيره ما كانتش في شركه اصلا. خلي بالك هي الفكره بدات انه طلع فلوس من جيبه وحطها في حساب الشركه، فالفلوس الشخصيه بتاعتي تحولت ملكيتها من محمد الى الشركه، فبقت ملكي. يعني ايه؟ يعني انا الشركه ديت عليها فلوس للاونر، مش انا اديت لك الفلوس عشان تشتغل يا شركه. يبقى انا ليا عندكم اللي انا دفعته. اللي انا دفعته ده اسمه كابيتال، ده الانفستمنت باي اونرز. كل ما يدفع اكتر، يعني الكابيتال ده بيتعمل بيسموه انيشوال انفستمنت. انيشوال يعني مره واحده، يعني في الاول مبدئي، لكن ممكن يزيد. طبعا ممكن يزيد. يزيد ازاي؟ بنيجي بعد شهرين ثلاثه حج الحج اللي هو الاونر، احنا مزنوقين في فلوس، ما تزود الراس المال بتاعك شويه، فيدي كابيتال تاني، فالكابيتال بتاعه يزيد، فالاونرز ايكويتي تزيد. جميل. يبقى له عندنا اللي دفعه اللي هو هنسميه راس المال او الكابيتال، ده الانفستمنت باي اونر وعطال الشركه. طب ايه تاني له عندنا؟ لا ملوش حاجه. يا راجل هو انت خدت الفلوس من الاونر تعمل بيها ايه؟ اشغلها. تشغلها؟ ايوه تشغلها. طب ولما تشغلها تجيب ايه؟ تجيب مكسب. يبقى المكسب ملك الاونر. قال لك يبقى في كمان نت بروفيت اللي احنا هنسموه مع بعض انكم. خلي بالكوا احنا كاكونتنتس ما بنحبوش نستخدمه كلمه نت بروفيت، مع انها صح، يعني بروفيت يعني مكسب يعني ربح، لكن احنا نحب نشتغل بكلمه انكم. انكم يعني مكسب. ركز بقى معايا، فاكر التاكسي؟ فاكره. التاكسي دوت كسب ولا خسر؟ قلت له مش عارف.
قال لي لا، ما هو ركب ناس في العربيات اللي هي خدنا الأجرة الركاب في السنة، عمل 100,000 جنيه، يبقى كسبان ولا خسران؟ خلي بالك دي أجرة الركاب، يعني الناس اللي ركبوا التاكسي خلال سنة دفعوا 100,000 جنيه. حلو، يبقى كسبان ولا خسران؟ كسبان 100,000. قلت مش له لا عارفين، لا ما ينفعش. مش عارفين. الله ينور عليك، مش عارفين ليه؟ قال لك اصل دوت ريفينيو، ده اللي دخل لنا، لكن في حاجه تانية اسمها اكسبنسز، يعني انت عشان الناس تركب كان لازم تحط بنزين للعربيه وتغير لها زيت كل شهر وتدي اجره السواق وتدفع الكارته في الموقف، كل الحاجات دي يسموها اكسبنسز. فلو قلت لك ان انا عندي اكسبنسز 80,000، فتقول لي يبقى اللي دخل ريفينيو 100,000، اللي خرج اكسبنسز 80,000، يبقى انا كسبان كام يا شباب؟ كسبان 20، او ال 20 دول يسموهم انكم. يبقى الانكم هو الديفرنس بتوين ريفينيوز اند اكسبنسز. الريفينيو هي الايرادات اللي جايه لي، والاكسبنسز هي المصروفات اللي انا دفعتها، يبقى ريفينيوز ماينس اكسبنسز. خلي بالك مش دايما الريفينيو جريتر ذان اكسبنسز، هو المفروض ان الريفينيو يبقى اكبر من الاكسبنس عشان نحقق انكم، لكن انت قدامك حالتين، يا يطلع لك نت انكم يعني ريفينيوز جريتر ذان اكسبنسز يبقى انت تكسب، الريفينيو اكبر من الاكسبنسز تكسب، لكن ممكن يحصل العكس، احنا جبنا اجرة سواق ودفعنا بنزين وغيرنا زيت ب 80,000، بس الناس اللي ركبوا 70,000 جنيه بس، يبقى العربية جابت 70,000 صرفنا عليها 80,000، يبقى احنا في الحالة ديت يا لهوي يا لهوي، يعني يبقى عندك نت ايه؟ نت لوس. نت لوس معناه ان الريفينيو less than الاكسبنسز، الاكسبنسز اكبر من الريفينيو بتاعك. يبقى خلي بالك بقى، الاونر له عندنا الكابيتال اللي دفعه، ولو عندنا النت انكم اللي الشركة عملته، ده بتاعه حقه. هسألك سؤال، هو النت انكم ده هنعرفوه امتى؟ بيقول لك يعني هنعرفوه امتى؟ قلت لك مش احنا قلنا للاونرز اقعدوا في بيتكم لمده سنه؟ وبعد سنه هنقول لكم الريزلت اوف يور كومباني؟ يبقى الانكم ده هيتعرف بعد سنه. طب حلو، ما يعرفوا بعد سنه. ايوه، والحاج الاونر ده ياكل طوب؟ يعني ايه ياكل طوب؟ يعني انا هتني واخد منه 100,000 جنيه، ورحت اشتري التاكس والتاكس عمال يشتغل، وجيت بعد سنة قلت له يا حاج انت كسبت 20,000، يبقى ليك عندنا كام؟ ركز تاني، انت خدت منه 100، اشترينا تاكس، التاكس قعد يشتغل لمدة سنة، كسب التاكس 20,000، يبقى الحاج له عندك 120، ال 100 اللي دفعها لك اللي هي الكابيتال ده حقه، وال 20 الماكس. طب وهو كان خلال السنة دي هياكل منين؟ انت نسيت ان ال 100,000 الكابيتال ديت كل تحويشة عمره، كل اللي معاه، هياكل منين يا اخوانا؟ قال لك الله، انت نسيت انه صاحب الشركة؟ يبقى من حقه ياخد فلوس زي ما هو عايز، دي شركته يا اخوانا. اوعى تفتكر ان لما قلت له اقعد في البيت وعملت سيبريشن بينه وبين الشركة ان هو ما يقدرش ياخد حاجة من الشركة، يعني لو عم حسن صاحب الدكان البقال اللي تحت بيتكم اخر النهار فتح الدرج وخد الفلوس اللي في الدرج حطها في جيبه، حد هيقول له انت بتعمل ايه؟ يا اخوانا ده صاحب الدكان، هو كل ده بتاعه، بس احنا عملنا السيبريشن ده عشان نعرف نحسب. قال لك عشان كده احنا هنقول له يا حاج انت تقدر تاخد فلوس من الشركه في اي وقت، تاخد بضاعه من الشركه في اي وقت، دي شركتك يا حاج، بس بعد اذنك هنسميها دروينج. فبقول له يعني ايه دروينج؟ قال لي يعني وذدرولز، يعني مسحوبات، تقدر تسحب من الشركه في اي وقت من تحت حسابك، فتعمل ايه في الايكوتي بتاعتك؟ تقللها. بمعنى انت دفعت لنا كابيتال 100,000 جنيه، الشركة عملت نت انكم وربنا كرمنا وكسبنا 20,000، يبقى لك عندنا كام؟ 120، يبقى ده بلس. حضرتك سحبت دروينجز خلال السنة 5,000 جنيه، يبقى حضرتك لك عندنا كام؟ يا ابني انا دفعت لكم 100 وليا عندكم 20 وخدت منكم 5، يبقى الخمسة دي ماينس. خدت بالك انا لما كتبت ماينس حطيتها مش 115؟ الله ينور عليك، خدت بالكوا ان الماينس ما كتبتش هنا ماينس، هنا اهو كده، انا حطيتها بتوين براكتس، اهو البراكتس ده عندنا في الاكاونتنج معناه ماينس،
يبقى اي رقم بتوين براكتس عندنا في الاكاونتنج معناه ايه يا شباب؟ ماينس. اللي هو خده ده الدروينج ده ديكريز الاونرز ايكوتي. طب تعالى تاني كده، انت قلت لي من شويه ان الانكم يزود الايكوتي، النت انكم ده انكريز الاونرز ايكوتي، مكسب، لانه عباره عن ريفينيو اكسبنسز. تعالى مع بعض بالراحه كده، حضرتك صاحب دكان، جيت جبت كرسي قدام الدكان وقعدت، وجبت الشيشه كده وقعدت تشرب شيشه وزي الفل، لقيت زبون داخل المحل، تفرح ولا تزعل؟ زبون داخل المحل هفرح. ليه؟ اصله هيعمل لك حاجه اسمها ريفينيو، سواء التاكس، كل ما حد يشاور له ويركب سواء التاكس تلاقيه مبسوط ونفسيته حلوه. ليه؟ اصلها ريفينيو. يبقى الريفينيو انكريز في الاونرز ايكوتي، بس بشرط ريزالتنج فروم بيزنس اكتيفيتيز، من نشاط التاكس، يعني التاكس يركب زبون سواء التاكس يفرح عشان الاونر هيفرح، لان الريفينيو انكريز الاونرز ايكوتي، من الاونرز ايكوتي، بس ده فروم بيزنس اكتيفيتيز. ايه ده؟ هو ممكن يحصل انكريز في الاونرز ايكوتي من حاجه تانية غير البيزنس اكتيفيتي؟ اه، من الاونر نفسه. مش الكابيتال انكريز للاونرز ايكوتي؟ كل ما تدفع راس مال اكتر كل ما حقوقك في الشركه تزيد، يبقى الكابيتال انكريز الاونرز ايكوتي. بس ايه الفرق بين الانكريز دي والانكريز دي؟ دي انكريز فروم اونر، يعني اللي دفع الكابيتال هو الاونر، لكن الانكريز اللي تحت الريفينيو هي انكريز في الاونرز ايكوتي فروم بزنس اكتيفيتي، من نشاط الشركه. طب تعالى الاكسبنس، هيبقى ديكريز في الاونرز ايكوتي، كل ما حضرتك قاعد قدام المحل ومحصل الكهرباء جه تزعل ولا تفرح؟ محصل الكهرباء جاي، يا لهوي، صباح الخير يا حاج، صباح الخير يا ابني، عايز ايه؟ يا حاج انا محصل الكهرباء عايز الفاتوره. احنا لسه اصطبحنا يا ابني، ما ترحمونا شويه، يعني احنا عملنا حاجه، ده لسه ما بعناش انت زعلان منه ليه؟ هو ذنبه ايه الراجل؟ اصل هو لما هيجي هندفع اكسبنسز، فلما حضرتك تدفع اكسبنسز الاكسبنسز تعمل ديكريز في الاونرز ايكوتي. عشان كده انت كل ما تعدي في المحل تقول لهم اطفوا النور حرام عليكم، بتدفع كهرباء بالافات. احسن لك انت كصاحب محل او كمدير تشغل ثلاث موظفين ولا خمسه؟ هتقول لي الخمسه عشان الناس تشتغل براحتها والزبون ما يقفش كتير. لا 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 لا، انا عايز اشغلهم ثلاثه عشان اقلل السالاريز، لان انا بدفع السالاريز يعني الاونرز ايكوتي بيحصل لها ايه؟ بتقل. فانا كل ما بدفع رنت الاونرز ايكوتي تقل، كل ما بدفع سالاريز الاونرز ايكوتي تقل، كل ما اعمل ادفرتايزنج واعلانات الاونرز ايكوتي تقل، كل ما ادفع تامين وانشورنس، كل ما ادفع تليفونات، كل ما ادفع، وبالتالي كل ده ديكريس في الاونرز ايكوتي بتاعتي. الدروينج هي ديكريس في الاونرز ايكوتي، بس ايه؟ باي اونر. الاكسبنسز ديكريس في الاونرز ايكوتي بس فروم اوبريتنج ذا بزنس، فروم اوبريتنج ذا بزنس. يبقى احنا خدنا النهارده ثلاث حاجات اساسيه بيزك، خدنا اسيتس وخدنا لايبيليتيز وخدنا اونرز ايكوتي. تاني، لما بيكون في ابريفيشن ما بنقولش او اي، بنكتبه او اي لكن بننطقه اونرز ايكوتي، اوكي؟ عشان ما حدش يضحك علينا، ما تجيش نقول ايه اسيتس ولايبيليتيز واو اي، ما فيش حاجه اسمها او اي، اسمها اونرز ايكوتي، بس بتتكتب او اي كابريفيشن في الكتابه بس. وعرفنا ان الاسيت ثلاث انواع، كارنت اسيت سي اي ديت يعني كارنت اسيت، ونون كارنت اسيت اللي هي اللونج تيرم، لونج تيرم اسيت والانتنجبل. واللايبيليتيز نوعين، كارنت لايبيليتي ولونج تيرم لايبيليتي. والاونرز ايكوتي عرفنا انها ثلاث حاجات، عرفنا انها كابيتال دي ممتلكات صاحب الشركه راس المال اللي دفعه، والانكم سميناها نت انكم، وحاجه اخيره سميناها الدروينج. فقلنا ان الكابيتال انكريز الايكوتي بتاعته، وان الانكم انكريز الايكوتي بتاعته، لكن الدروينج ديكريز الايكوتي بتاعته، كل ما يسحب فلوس اكتر من الشركه كل ما الايكوتي بتاعته تقل. وقلنا ان النت انكم ده عباره عن رقمين ناقص بعض، ريفينيو ماينس اكسبنسز. وعرفنا ان الريفينيو هو انكريز في الايكوتي بس بشرط يكون من الاوبريشن اكتيفيتيز،
والاكسبنسز ديكريز في الايكويتي، بس بشرط يكون فروم اوبريشن او اوبريتنج ذا بزنس. حلو قوي. طيب المره الجايه ان شاء الله هنبدا من اول هنا، هنبدا بحاجه اسمها البيزك اكاونتنج ايكويشن، ودي اهم حاجه عندنا في المحاسبه. يعني دي لما بتتفهم يبقى انت دخلت كده جوه المحاسبه بجد. اللي فات ده كله كنا بناخد بيزك ترمينولوجيز، بناخد مصطلحات عشان نبقى فاهمين. هناخد حاجه اسمها البيزك اكاونتنج ايكويشن اللي بتقول ان الاسيتس ماست ايكوال لايبيليتيز بلس اونرز ايكويتي. ان شاء الله المره الجايه نشتغل عليهم. هيبقى في عندنا سيكشن ان شاء الله هنتكلم في السيكشن بس على الاسيتس واللايبيليتيز والاونرز ايكويتي از ديفينيشنز وانواعهم ان شاء الله. والمره الجايه نبدا مع بعض بالاكاونتنج ايكويشن، ونبدا نخش جوه المسائل بقى ونحل ارقام ونشوف شكلها عامل ازاي ان شاء الله. حد عنده سؤال او استفسار او حاجه يا شباب افتح المايك وقول لي اللي انت عايزه لو سمحت.